مرحبا، اليوم رح ناخد درس جديد نتعلم فيه كتابة النص بالإضافة لبعض القواعد والكلمات الجديدة وأيضا بعض المقارنات اللي منقدر نوقع فيها بسهولة. أنا بنصح اللي ما شافوا الدرس الماضي تبع الجملة أنهم يرجعوا يشوفوه، لأنه هداك حكيت فيه عن أساسيات كتابة الجملة، عن اللد ستنير وعن الفاملي ستنينج وباقي أنواع الجمل. هلأ هذا النص اللي رح نتعلم من خلاله اليوم أنا كتبته مرة للجريدة وهو اسمه دير ماي جليدا، يعني هذا يعطيني السعادة. محتوى النص هو عن السعادة التي يحصل عليها المرء من خلال عمله التطوعي. فاليوم رح ترجم يعني الدرس وأيضا رح اشرح بعض القواعد. هلأ بس لذكركم انه بداية او الجملة الأساسية تركيبة او أركانة هي دايما السبيكت الاسم، الفرب الفعل، الأوبيكت المفعول به، الأدجكتيف الصفة، والأدفرب الظرف. هدول مذكورين بتفاصيل أكتر مثل ما قلت لكم بالدرس الماضي تبع الجملة، ارجعوا شوفوا منه بتراجعوا ومنه بيسهل عليكم إنكم تفهموا هذا الدرس الجديد. خلونا نبلش. داير ماي جليدا، هذا يعطيني السعادة. قمنا ببداية الجملة باستعمال دي. دي يوجد منا شكلين، دي ودن. نحن على أي أساس استعملنا دي وليس دن؟ أول شيء ننظر إلى النص الذي نقوم بكتابته، يعني نحن عم نكتب عن الفريفيلي أربايد، نحول الكلمة إلى معرفة. فريفيلي أربايد هو عمل تطوعي، ولكن فريفيلي هات أو فريفيلي أربايدة هدول الكلمتين هن معرفين، يعني صارت العمل التطوعي. وعلى هاد الأساس نحن لقينا أنه نهاية الكلمة هي اي تي، وبذلك استخدمنا دي. بعد دي وضعنا الفعل يير، يير يعني يعطي. ماي أنا يعطيني أنا، جليدا السعادة. إذن ننتبه لترتيب الجملة، حطينا أول شيء الضمير دي البرونوم، يير الفرب، ماي أيضا برونوم ضمير شخصي، جليدا هو الظرف، ظرف اللي نحن اللي هو الأدفرب. بعدين عنا بدأنا النص بفعل مجرد او يرى دي لل اكسترا فور نو ياي ترور بو يير ماي ان ستور جليدا. هلأ هون ترجمنا نحنا كل كلمة ماذا ترتيبها في الجملة. او يرى هي فعل مجرد. بعدين حطينا د لل هي الصفة. بعدين اكسترا، هون اكسترا فور نو هو بنية الجملة، مو ضروري نفصل كل كلمة بكلمتها، ولكن حطيناها هون منشان يعني نعرف أساسيات الجملة. إجا بعدين عنا ياي ترور بو وأيضا يير ماي، هدول التنتين فعل زائد ضمير. بعدين عنا إن ستور هي الصفة، يعني انستور جليدا هي صفة الظرف أو الحالة اللي نحنا فيها. هلأ خلينا نترجمهم كلمة كلمة. او يرى ان افعل،
هون الفعل مجرد، لم نضف له أي شيء. بعدين كتبنا د لل إكسترا. د لل هي الصفة لكلمة إكسترا. الإكسترا هذا يعني ترجمتها حرفيا هذا الإضافي الصغير، أو يعني هذه أو هذا الشيء الإضافي الصغير. لل الصغير، إكسترا الإضافي. استعملنا د وليس دن لأن لل من تحويلة، هي بالتعريف بتيجي لل ليتن وليت. هلأ هون نحن حولناها على أساس ليت يعني نهايتها تاء، ولكن أنا بتوقع أنه هي هاي بس على السمع، يعني منقول دليلة ما منقول يعني ممكن نقول دنليلة دنليلة ينطى مثلا أنه هذه الفتاة الصغيرة، بس هون لأنه نحن ما عم نحكي يعني عن شخص أو هيك، فهون على السمع يعني بدنا نحفظها، يعني استعمالها هون ما كتير واضح. أنا حاولت لقيله تفسير، بس هو بالتعريف لله بتيجي ليتا وليتن، فصعب نقول نحن ليش كتبنا ده، بس هو على السمع نحن بنعرفه صح أو خطأ. كمان لازم يعني نحن ندرب داننا أو نقرأ كمان كتير كتب، لأنه هذا الموضوع بيفيد. أيضا عنا إكسترا هو الزيادة. هلأ هون كتبنا فور نو، من أجل، فور نو شيء، ياي ترور بو أنا أؤمن به. بعد ذلك لما أنهينا كتابة الجملة كتبنا بو، ممكن كان أن نضع فاصلة بعد البو، ولكن هي جملة متواصلة يعني جملة واحدة، فمشان هيك ما حطينا الفاصلة. كملنا كتابة يير مي، تعطيني، مي هي الإي الضمير، إن ستور جليدة يعني فرحة أو سعادة كبيرة. كتبنا أو اخترنا كتابة إن ستور جليدة لأن كلمة جليدة بالتعريف نهايتها إن، وإذا لاحظنا فكلمة ستور بالتعريف هي ستورت، فنحن بناخد على الكلمة الأساسية إن جليدة، فأخذنا كلمة أخذنا إن لأنه الكلمة جليدة هي جليدن، ولكن كلمة ستور هي ستورت بس ما بننظر لها لأن أدجكتيف أو صفة. هلأ أنا رقمت الجمل من 1 إلى 4 حتى يسهل عليكم الفهم لما لكم بالجملة الثالثة أو بالجملة الرابعة فورا ترجعوا للرقم، ولكن هو نص هو مو جمل. بدأنا سوم إن سايستن أور جميلينت. هلأ هون كفتاة في عمر 16 بدأنا الكلمة الجملة بسم سم إن، أيضا هون إن لأنه إن ممكن نستعملها أو إن إن ينت، ممكن كمان نقول أي ينت كمان صح. هلأ سايسن أور جمل، في أكتر من شخص سألني على كلمة جمل، كيف منقول جمل على عمر الشخص، وكيف نقول جمل على شخص العجوز. فهي الكلمة لها استعمالين أو معنيين لما تيجي مع العمر، فهي عن عمر الشخص يعني كذا العمر جمل، يعني فمتن أور جمل شوة أور جمل، فنحن نتحدث عن العمر. ولكن عندما نقول جمل من أو جمل دامة، فنحن نتحدث عن شخص أو
أو يعني شخص ذكر أو أنثى عجوز. نكمل ينت بعدين كتبنا فاريعي، كنت أنا، هون استخدمنا يعي وليس معي، لازم ننتبه لاستخدام هدول الكلمتين. هو هن هدول الضميرين تبع أنا غالبا منفرق بيناتهم بين فعل، إذا كان الفعل عم افعله بنفسي فأنا استعمل الضمير معي، ولكن بمثل هاي الحالة فارياي بريرياي كذا استعملنا ضمير ياي. هلأ في كلمة جديدة بتوقع رح تعجبكم وتستعملوها كتير بعدين، هي كلمة ماركلي. هون إنه فارياي ماركلي بوفيركت. ماركلي يعني بوضوح أو يعني بحالة واضحة. بوفيركت متأثر. كتبت لكم ياها بالأحمر أول جملة. الأساس تبع الكلمة أو الفعل أو بوفيركة، ولكن الضمير أو الفعل الماضي منه هو بوفيركت. هون استعملناها من كلمة تقريبا، خلينا نقول لصفة أو من فعل لصفة، فهي بوفيركت بتيجي فعل يعني ياي بوفيركت هن، مثلا أنا أثرت عليها، أو ياي آر بوفيركت أنا متأثر، فهي بتزبط بالحالتين. وأيضا كتبنا بوفيركت أوف، دايما بوفيركت بتيجي دايما تلحق بها حرف أو حرف الجر أوف. واصم، ما الذي حصل، أو واصم بويك، الذي جرى إي سوريا، في سوريا. بويك أيضا الفعل المجرد أو الكلمة المجردة منه هي بوغور، يعني شيء يجري أو يحصل الآن، الماضي منه بويك يعني حصل أو جرى. نقطة دي فيركت رات يفرهولد تيل مين ألدر. دي فيركت رات يعني بدأ الأمر غريبا. أيضا بدأنا بكتابة دي وقلنا دي فيركت رات يعني بدأ الأمر غريبا. يفرهولد بالنسبة لي، يفرهولد تيل مين ألدر عمري أنا، أو بالنسبة لسني أو السن الذي أنا به. فهون أيضا أو مصطلح إفرهولتيل بالنسبة لي أيضا شائع الاستعمال، ويمكننا استعماله يعني في الحياة العادية، في العمل، في كتابة النصوص. هو كتير مفيد وأنا أنصحكم باستخدامه. وأيضا كتبنا مين ألدر، ما كتبنا ميت ألدر، لأن كلمة ألدر بالتعريف تأخذ ألدن، فلأنه ألدن أن فأخذنا مين. لو الكلمة كانت تنتهي بأية لازم نكتب ضمير ميت وليس مين. بعدين من درارة، ولكن هذا الغريب أو هذا الشيء الغريب يعني فيك ماي، هي فيك ماي هي فيك من فعل فور، وهي إنه أخذني. فيك ماي أصو تيل أبلي دن باشون ياي أرنوا. خلينا نفصل شوي. من ولكن درارة، هذا الشيء الغريب فيك ماي أخذني أو بهاي الحالة هي جعلني. أصو أيضا تيل أبلي إلى أن أصبح دن باشون هذا الشخص ياي أرنو الذي هو الآن. ك
كمان هون مثل ما شفنا قبل شوي بداية انه استعملناها لانه الكلمات اللي بعدها او اللي بترتبط فيها بتنتهي بآتي بالتعريف. هنا ايضا استعملنا دن باشون. هون الكلمة واضحة جدا، باشون نهايتها ان واستعملنا دن. هلا منكمل بالمقطع الثالث من النص. Fühlen auf und vor jubeln vor Festigung. Fühlen هو هي تعني الشعور. Fühlen auf. هلا هون احنا بحبشنا شوي عن احرف الجر عشان نحكي عنهم. Fühlen auf الشعور يعني اللي بسببه او الشعور اللي اجانا من هون، يعني of اجت بمعنى من الشعور من او شعور يعني نحن لانه عم نحكي عم نشبه. فخلينا نقول انه هي ما إلها معنى ثابت تقريبا، لانه of ممكن تيجي من وممكن تيجي على وممكن تيجي عن، ولكن هون بهاي الصيغة كتبناها الشعور ب، بس هي يعني بالعادي ما دايما بيجي معناها ب. فولسن الشعور ب او فو ان ياخذ او ان اخذ يبلن يعني راتبي من العمل او راتب العمل فور فشتغن لأول مرة. أيضا هنا فر هي حرف جر ونستعملها دائما لما نقول فر فشت فر أندر فر تريد، يعني لأول لثاني لثالث. فهون فر فشتغن فر أندرغن لأول مرة لثاني مرة لثالث مرة وهكذا. دن أبليفر يعني. هلا خلونا نشوف هون كيف الجملة السابقة أثرت على الجملة التي نقوم بكتابتها. دن، ليش استعملنا دن وليس دي؟ استعملنا دن لأنه كلمة فولسن نهايتها ان، فنحن هون بعدنا عم نحكي عن الشعور، بعدنا عم نحكي عن هذا الفولس، لذلك كلمة فولسن ان تبعتها كلمة دن بالجملة التالية. فدن يعني هذا الشعور، دن أبليفرياي إنه هذا أعيشه أنا، فار جانج كل مرة. أيضا يعني خلينا نقول مصطلح فار جانج مستعمل بكثرة ومعناه كل مرة. فار جانج ياي يلبر نون، في كل مرة أنا أساعد أحد. نقطة دي سم سبيسيلت ار برا مي فريفيلي اربايد ار اطمان كان انجاشيري ساي بو فليري موتر. جملة طويلة بس رح نفصفصها كمان. دي سم هذا الذي، دي سم سبيسيلت هذا الذي خصوصا سبيسيلت ار برا جيد، ار برا مي جيد يعني بهالشي بي بشو بي الفريفي اللي اربايد بي العمل التطوعي. ار هو اطمن انه الشخص كان يمكنه انجاشيره ان يشارك او ان يعني يختلط أو يشارك نفسه يعني، أو هي هون بالمعنى المباشر إنجاشيري ساي إنه يشارك حاله، ولكن فعل إنجاشيري بيعود الضمير تبعه على الشخص، يعني أنا بقول إنجاشيري ماي بس بقول عن صديقتي إنجاشيري ساي. هلأ هون إنجاشيري ساي كيف بو فليري موتر بطرق مختلفة. موتر هي الطرق أو وسائل،
وهي أيضا كلمة مستعملة بكثرة، احفظوها وإذا بدكم سجلوها عندكم. موتر بتستعمل كتير بالحياة العادية، يعني بو فليري موتر، موتري ريبو، فهي أنا بتوقع بتستعملوها كتير عشان هيك عملكم تحفظوها. وأيضا دايما موتر يعني لما نكون عم نعدد على الشيء منقول فليري موتر أو مانجي موتر. هلأ كيف فصلناهن؟ انتن يا إما أو انت أو بالفصحى إما أونلاين، يعني أونلاين عن طريق النت، فيا من خلال سوسيال ميديا يعني الشبكات الاجتماعية، إلر أو فيسيسك يعني بدنيا، فيا عن طريق أو من خلال فريفيلية أورغانيساشونر يعني المنظمات التطوعية. هلأ هون شو كتبنا عنا المنظمات؟ سوم إن فينر مانج أوف هار إن نورجي، التي سوم إن يعني التي الواحد، إن هون مو إجت لاحقة باسم أو بكلمة، يعني هون إن بمعنى التي إنه الشخص، سوم إن اللي الحدا، فينر يجد مانج أوف هار إن نورجي، التي يجد منها الكثير هار إنورجي هنا في النرويج. هلا في شغلة بدي نوه عليها، إنه كلمة مانج ومية هدول الكلمتين هن التنتين بمعنى كثير، ولكن لما يكون الشيء معدود مثل المنظمات منقول مانج، ولكن عندما يكون الشيء غير معدود نقول مية. مثلا مية ريس يعني رز كثير، ولكن منقول مانج أورغانيساشونر يعني العديد أو الكثير من المنظمات. هلا دي جود يير يعني هذا المنيح، هون جود هذا الجيد، يير الذي أفعل أو أنا أفعله، يعني هذا الجيد أو هذا الشيء، هذا الجيد الذي أنا أفعله، دي جود هذا الجيد، يير أنا أفعله، هار ألتي كان دائماً، كمت تلباك تلمي يعود يرجع يعني يرجع بالعودة إلي تلمي. هلأ هون استعملنا الضمير دي جود ياي يير، استعملناه بصيغة ياي مو مي، وأيضا كمت تلباك يعني يعود. هلأ نحن بالعربي بنقول كلمة واحدة هي يعود، إنه عادة أو عادة، ولكن هون كمت هي الجية، تلباكة مرة يعني العودة مرة أخرى، يعني يعود مرة أخرى إلي، تل ماي إلي أنا، ما بقول تل ياي بتطلع غلط. أو أوت فيكلت بشونليهات من وطور، أوت فيكلت بمعنى التطور أو التطوير، أو أوت فيكلت بشونليهات اللي هي الشخصية، إلا بالإنجليزي personality، فهون personalهات من شخصيتي أنا. ففي كلمات إذا بتكون سهلوا عليكم لما بنحفظ كلمة نتطلع مثلا مثل هون personalهات من دين، يعني أخذت نوع ضمير واحد، فدايما مثلا تذكروها personalهات من، ما بقول personalهات ياي أو هيك يعني، فهي يعني هذا الموضوع شوي بيسهل علينا خاصة لما نقرأ زيادة كمان. وكمان ليش كتبنا مين؟ لأنه كلمة بشونليهات نهايتها جاءت إن، فأخذت الضمير مين. نقطة، أو ترفة أن أقابل، نية فولك، نية جدد، فولك وناس أو بشر، نور ياي عندما أنا أر
أكون بو إت ميت في اجتماع بو في اجتماع إت ميت ولماذا استعملنا إت لأن ميت تأخذ إت بالتعريف بتصير ميتت مثل ما كتبت لكم هون بالجملة الأولى تحت إت ميت ليش كتبنا إت لأنه تعريف كلمة ميت هو إت يعني اجتماع الاجتماع فأنا لما بقول الاجتماع انتهت الكلمة عندي بإيتة هلا هون نحن عم نعدد شغلات فننتبه بكتابة النص استعملنا فاصلة وكنا عم نحكي بالفعل المجرد أو سبي سام ميدق أن آكل ميدق وجبة الغداء إلر أو فايرة سبيسيال داغير أو أحيي أو أحتفل أوقات أو أيام داغر عفوا أيام سبيسيال خاصة أو أحيي أياما خاصة مي نتفرك مع شبكة الناس أو المعارف إيدي مليو في هذه البيئة هون كمان استعملنا مليو إيتي فأخذنا دي دي مليو فاصلة أصوف ديبت أن أنام أو النوم عميقا ديبت فهي كمان عميقا هاي تستخدم نوم عميق مثلا بحيرة عميقة أو هون مكان غميق منقول عنه ديبت اتر بعد أو هافت بعد أن أكون أوها إنه هي منهار بس هون صعب اشرحها شوي انه يعني حتى نحنا اللي يعني اللي بيحكي نوشك دايما بيقول يعني اوهافت ما بيقول اوفت دايما اوهافت غاء يعني هي هيك خلينا نقول اخذه على لسانه وعلى الكتابه اوها هلا هي ها منهار بس ما بنقول بالحاضر هار فاره بتطلع غلط هي بتصير اوفاره بس بالماضي يعني هار فارت فهون نحنا بدنا نقول عنا بالماضي بس عم نحكي هلأ يعني أنا لما بكون كنت كيف بدنا نقولها يعني أوها هي من هار هي هار فارت بالماضي قطعا ولكن بهاي الصيغة لما كنت أو لما كون مخلصة فهلا هون يعني هون احنا عم نقول لما كون هلا يعني كون هلا بحاضر فرج قلبناها ماضي فهون هو الفعل المساعد هار شوي صيغته غريبه اوها بس هو هيك بيجي انتم احفظوها هيك اوها فرج بعدين فاردي انتهيت يعني او كنت مخلصه مي ات اوف بروجكتنا مع أو خالصة من it of واحدة من أو واحد من it واحدة من المشاريع بروشكتنا ما فلكتنير مع يعني اللاجئين هلأ هون استعملنا it بروشكتنا لأنه كلمة بروشكت بالتعريف المفرد تأخذ إيه بروشكت لذلك حتى لو بالجمع كتبنا بروشكتنا تبقى الكلمة بالصيغة المفردة تأخذ إيه لذلك كتبنا إت بروشكت إت أوف بروشكتنا ما هي حرف جر مع فليكنينجر اللاجئين إلر أو بارن بوموتاك أو أطفال بوموتاك بمركز اللجوء فاصلة قلت أدت كل هذا سكابر يعني بيعطيني أو بأنتج ات نت سن نظرة جديدة بو ليفة على الحياة اي ايننا مينة في عيوني هلا قلنا قلت أدت
هلأ كان فينا نقول alt دهار مثلا لو عم نحكي بالعامي، وكمان نقول alt بالعامي، ولكن هون لأنه نحن ذكرنا أكثر من شغلة، ذكرنا أترف فولك، ذكرنا أسبيس ميدداج، ذكرنا أصوفي ديبت، ذكرنا الانتهاء من بروشكت، فكلهم هدول جمعهم دتة، يعني هالأشياء هاي أو هالأمور. فهون هي هل، يعني هالأمور إجت في معنى ألتت هالأمور أو كل هذا يعني سكابر اتنيتسين. هلأ هون كلمة سين ليش كتبنا اتنيتسين مع أنه إحنا حاطين نيت؟ مثلا الواحد بيخطر له أنه أنا حاطة اتنيت لأنه نيت هي اللي فيها، ولكن هذا غلط. اتنيتسين نحنا كتبنا ات لأنه كلمة سين بالمفرد يأتي تعريفها إيتي سينة أو سينة بو ليفة على الحياة إي أيننا مينة. استعملنا الضمير مينة لأنه كلمة أيننا العيون هي جمع، فهي أصبحت عيوني أنا. هلأ كمان بالصورة اللي أنتو شايفينها اللي بالأخضر هن ضمائر، واللي بالأحمر هن حروف جر. لهون بكون خلص درسنا إن شاء الله يا رب، كون شرحته بطريقة مفهومة، مع إنه شخصيا أنا حسيته شوي صعب ويمكن بده شوي تركيز. طبعا النص ما خلص لهون، أنا أخذت جزء منه وخلينا نقول البداية المقدمة لحتى ننظر لشغلات يعني بسيطة بالمرة الأولى، وكمان لأنه دائما الأسئلة المتكررة تأتي على صيغة كيف نستعمل أين وإت وأي. فهون أنا عطيتكم طريقة سهلة وفيكم تتبعوها كيف منعرف الكلمة بتاخد أين أو إت، وأيضا دخلنا شوي بتفصيل الجملة، ولكن كتابة النص دائما تعتمد على نوع النص اللي نحن عم نكتبه، هل هو موضوع تعبير، هل هو مقالة لجريدة، هل هو مثلا